السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني يبدو للوهلة الأولى إن هو صعب شوية، لكن هو الحديث إن هو يعني لكن الحقيقة إن هو أصبح دلوقتي يعني حديث الساعة وكل ساعة، اللي هي الجات مايكروبيوتا أو الجات مايكروبيوتا ديس بايوزز، يعني اللي هو الأبنورماليتي في الجات مايكروبيوتا. طيب ما بالك بقى لو هو ده بقى حديث الساعة ونتكلم فيه في موضوع اللي هو يعتبر أهم مرض تقريبا في الحياة، يعني تاريخ البشرية كلها، اللي هي الفانكشنال جاسترو انتستاينال ديسوردرز. الفانكشنال جي اي ديسوردرز او الفانكشنال جاسترو انتستاينال ديسوردرز طبعا دي حاجة حضراتكم كلكم عارفينها، معروفة ان هي دي حاجة بتبقى كرونيك وريكورنت، ملهاش المفروض يعني ايدنتيفايبل اندرلاين كولوجي، ما عندهاش بايو ماركرز معينه، ما فيش تحليل معين بنعمله، ما فيش حاجه دياجنوستيك بنعمله، ما فيش جولد ستاندرد تيست نقدر نعمله، حتى كمان ما فيش يعني انترفينشن معين من خلاله ان انا بقدر ان انا اتاكد ان هل ده فانكشنال جي اي ديس اوردر، وده السبب اللي خلى انه يبقى فيه كرايتيريا اسمها الروم فور كرايتيريا، والروم فور كرايتيريا دي اجمع كل الجي اي الفانكشنال جي اي ديس اوردرز اللي هم 33 مرض في الكبار و20 مرض في الاطفال. اي فانكشنال جي اي ديس اوردر لما هنفتح الروم فور كرايتيريا دي هنجد ان هي حاطه كرايتيريا للدايجنوستس. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده انه ده بيصيب حوالي 40% من الناس، وطبعا اشهر شهير فيهم طبعا هو الريتابل باول سيندروم، لكن طبعا هذا لا يغفل ان احنا عندنا حاجات تانية زي الفانكشن كونستيبيشن والابدومينال ميجرين والايروفيجيا وحاجات كتير، او سايكلينج فوميتنج وفانكشن ديسبيبسيا. طبعا 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 يعني كل الحاجات دي داخله تحت القصه دي. الكلينيكال برزنتيشنز عاده بعد الفانكشنال دي اي ديسوردرز بيكون بيبقى فيها بين، كونستيبيشن، دايريا، بلوتينج، الحاجات دي كلها طبعا بتبقى مشهوره. طيب نيجي لاصعب سؤال لما نيجي نتكلم على الفانكشنال جي اي ديسوردرز، ايه الباثوفيزيولوجي؟ ايه الباثوفيزيولوجي؟ بتحصل ازاي الباثوفيزيولوجي؟ فالحقيقه ده راجل يعني كبارة خبير جدا وعالم بكل شيء، بقول لك انا عارف الفانكشنال جي اي ديس اوردرز دي بتحصل ازاي. ويجي بقى شاب صغير كده قرا بقى كتير وابحاث وحاجات وشغل جامد جدا جدا، وتحس كده ان عليم لعلطه كده من العلم، بيقول لك اي ثينك اي اندرستاند. احب اقول طبعا للباشا الكبار الكبير عن حضرتك كذا، والاخ الصغنطور الحلو ابو ريسيرش ده برضو ان حضرتك كده، لان الحقيقه ان الفانكشنال دي اي ديس اوردرز دي حاجه ما زالت يعني محطوطه فيها ثيوريز كتيره، والحقيقه فيها غير معلومه، والباثوفيسيولوجي بتاعها ريمين انسرتن، ومفيش ايتيولوجي واحد يقدر يكسبلين الكومبلينز بتاعت العيانين كلها. فاصبح دايما لما نغلب كده نقوم حاطين مالتيبل ميكانيزمز. من ضمن الميكانيزمز دي طبعا حاجات كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، اللي هي طبعا الجاد برين اكسس او الجاد برين ديس ريجوليشن، لدرجه ان هم غيروا اصلا عناوين الفانكشن دي اي ديس اوردرز دي، مسمينها دلوقتي ان هي دي الديس اوردرز اوف جاد برين انتراكشن. تمام. طيب طبعا ده بيشتغل عن طريق باي دايركشنال الترشن في الكوميونيكيشن اللي ما بين الجات وما بين البرين. حاجات معينه في الجات بتاثر على البرين وبتالتر البروسيسنج اوف ستيمولاي بتاعه في البرين، وطبعا ده يعني بيتحول الى ستريسز وانكزايتي وديبريشن ومود تشينجز اتسترا اتسترا. بالتبعيه الاذر باثوي بتاع البرين اللي بيبقى بيتاثر بيبتدي ان هو ياثر على الجاسترو انتستاينال تراكت من خلال بقى البارا سمباثيك باثويز، السمباثيك باثويز، الادرينال ستيرويد هرمونز، واشياء كثيره جدا، وهلم جر الباول يلقي بيعني مشاكله.
سواء بقى من خلال بقى سايتوكاينز وفيجال افرنت باسويز وسباينال افرنت باسويز وانفلاماتري ميدييتورز ومايكروم ديفايد مولكيولز زي ما هنعرف بعد شويه، ومن خلال طبعا الافرنت اللي جاي من خلال البرين، وحتى كمان داخل فيها حاجات بقى زي النيورو اندوكراينال باثويز، داخل فيها حاجات زي الجلوكوكورتيكويد ريسبتور جينز، وهكذا. الموضوع طبعا فيري 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 سوفيستيكيتد، وفيه الاف من الثيوريز. ولو اتكلمنا بس على الثيوريز بتاعت الجاد برين اكسس او الاكشنز اللي بتحصل في الافرنت والافرنت باثويز اللي ما بين الجاد وما بين البرين، اعتقد ان ده بيبقى محتاج يعني ايام وايام طويله جدا. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي مشهوره جدا اللي هي التريشن في الموتيليتي بتاعت الانتستين. معروف طبعا ان في حاجه اسمها ترانزيت تايم. الترانزيت تايم اللي هو الوقت اللي بيستغرقه الفود بولس في ان هو يترافل من وان سيجمنت اوف ذا باول تو ذا اذر. منطقي جدا جدا انك انت اذا بطأت الايقاع بتاع هذا الترانزيت، يعني زي سلو ترانزيت، ده هيكون الناس دول هيعانوا طبعا من الكونستيبيشن. واذا سرعت هذا الايقاع لامر او لاخر يبقى العيان ده هيشتكي من الدايريا. طبعا احنا عارفين كويس جدا جدا ان في الديستنشن لوز، ان هو برضو اذا انت نفخت الباول ان الديستنشن اللي بيحصل في المسلز بتاعت الباول هيتبعوا بعد كده طبعا اكيد ديلي في الموتيليتي او ديلي في الترانزيت. لكن الحقيقه مش كل العيانين لازم بيبقى عندهم مشكله موتيليتي، فما هياش مشكله موتيليتي لوحدها. ايه المشكله اللي بعدنا بعد كده اللي هي الاميون فانكشن، زي مثلا فود هايبر سنسيتيفيتي، فود الرجي، او الالتريشن في الميكوزال اميون فانكشن، او الفيسرال هايبر سنسيتيفيتي، او انه يبقى ترانزيانت انفكشن، او الالتريشن في الجاسترونتستينال مايكروبيومز او المايكروبيوتا اللي طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل. فود الرجيز الرول بصراحه بتاع الفود الرجي في الفانكشنال جي اي ديس اوردرز، ومن ضمنها طبعا الاريتابل باول سيندروم، ما هياش لسه ويل بروفد، لكنها طبعا بوستوليتد ايزر باي اتسلف هي يعني لوحدها، او ثرو ان هي بتعمل اوتريشن اوف الحاجات التانية، زي مثلا ان هي تولتر الميكوزال بارير، زي ان هي تولتر الاميون سيستم، زي ان هي تولتر المايكروبيوم، زي ان هي تولتر يعني حاجات تانية الفود الرجي تتسبب فيها، والحاجات التانية هي دي اللي تخش في الباسو فيسيولوجي بتاع الريتابل باول سيندروم. الفيسرال هايبر سنسيتيفيتي طبعا دي حاجه مهمه جدا، معتمده اساسا على شويه نيورو ترانسميترز، زي طبعا اشهرهم طبعا هو السيروتونين، لكن في نيورو ترانسميترز تانيه. فطبعا برضو نفس القصه بتاعت البالون اكستنشن اناليسيز اللي هي تسببت برضو في القصه بتاعت الترانزيت، هي ايضا بتاثر على القصه بتاعت السيروتونين والقصه بتاعت الهايبر سنسيتيفيتي او الفيسرال هايبر سنسيتيفيتي. وده كروشيال فاكتور بيفرق جدا جدا في قصه الشعور بالبين او الحدوث الكوليكس او الشعور بتاع الديسكومفورت اللي بيحصل للعيانين بتوع الفانكشنال جي اي ديس. طبعا البوست انفكتس يعني دي حاجه مشهوره جدا جدا، بعد اي اتاك اوف جاسترونترايتس غالبا العيانين دول بيجي لهم اريتمال باول سيندروم، بالذات بقى كمان لو كانت حاجه سيفير انترايتس. والبوستيوريشن في القصه دي برضه ثرو سيفرال ميكانيزمز. الميكانيزمز كالاتي، ان هي ممكن تعمل ديستربشن للميكوزال نيرفز، وده برضه هيأثر على الباول هايبر سنسيتيفيتي عن طريق الباول اسيد ديس فانكشن، فيبتدوا ان هم العيانين دول يخشوا فيما يسمى بالبايل اسيد مال ابزوربشن، او المال ابزوربشن بس من غير بايل اسيد نفسه، يعني مال ابزوربتر نفسه، ايزر بقى ثرو ان بيحصل دامج للمال ابزوربتر سيرفيس، او نتيجه انه بيحصل مشكله في السيتوكاينز او الكيموكاينز اللي هي مسؤوله على الكونتينيوتي والاستمراريه بتاعت البروسيس اوف الابزوربشن، دول بيبقى مثلا بيحصل فيها ديستربشن. وطبعا الحاجه المهمه جدا جدا سواء من خلال الانفكشن نفسه او من خلال علاج الانفكشن ده نفسه بالانتي بايوتكس، ده ممكن انه هيعمل ديستربشن برضه للكولونيك فلورا او المايكرو بايوتا.
نيجي بقى نتكلم بقى بالتفصيل بقى على الميكروبيوتا ديسبيوزز as an emerging pathophysiology of the functional GI disorders. حاليا هي دي اكتر يعني ثيوري، لدرجه ان هم يعني في مقوله دلوقتي ان هي الميكروبيوتا الديسبيوزز بتاعها هو ده اللي مسؤول على حدوث بقيه الباثوفيسيولوجيك ميكانيزمز يعني. فانا يعني بناء على ذلك ونتيجه ان انا طبعا جاي اعمل المحاضره دي لحضراتكم، جاي اثبت لكم ان الميكروبيوتا تعمل كل الحاجات دي لوحدها. يعني كاني عايز اقول لكم ان هي ما هياش ميكانيزم من الميكانيزمات، لا هي اصل كل الميكانيزمات. فطبعا انتوا هتقولوا لي يعني انا هعمل ده يعني بالعافيه، يعني انا جاي عشان خاطر في المحاضره بتاعتي يبقى انا كده هفرض رايي يعني بالعافيه. اقول لكم لا، انا هوريكم ويعني هبرغكم، ويعني في الكام سلايد جايين خليكم معايا كده نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. تمام. الميتا اناليسيس في العينين بتوع الاريتابل باول سيندروم لقت ان هم بيبقى عندهم زياده في الباثوجينيك يعني بكتيريا زي الانتروباكتر، وبيحصل عندهم داون ريجليشن او تناقص في الكومنسلز او الهيلثي كومنسلز اللي بتبقى مهمه للهيلثنس بتاعه الباول زي البايفيدوبكتيريوم وزي اللاكتو باسيلس. كل واحد مننا عنده حاجه اسمها المايكروبيوم سيجنتشر. المايكروبيوم سيجنتشر يعني معناها انه كميه الكولوني كاونت بتاعت كل سبيشي من السبيشيز بتاعت البني ادم. كل واحد ليه بصمه بتاعت الميكروبيوم بتختلف من بني ادم للتاني. فلقوا طبعا ان الناس بتوع الاي بي اس بيشنتس بيحصل عندهم تناقص في الميكروبيال دايفرستي، وده كل ما قلت الدايفرستي كل ما زادت السيفيريتي بتاعت السيمتومز. يعني كأن كل ما في سبيشيز معينه هي اللي بتاخد الابر هاند اكتر، زي مثلا الكوليستريدياليس سبيشيز او الميثانوجينيك مايكروبس، لانهم اكتشفوا دلوقتي انه فيه مايكروبس او مايكروبيوتا بتطلع ميثان. انت متخيلين غاز ميثان بيطلع جوه الانتستين؟ يعني لو واحد ولع كبريتة جوه البول هينفجر. فبرضه طبعا اناليسيس كتيره جدا ورت انه ان في higher relative risk of the development of the small intestinal bacterial overgrowth او المشهور جدا جدا حاليا اللي هو السيبو في العينين بتوع الاي بي اس، لدرجه ان هم دلوقتي بيقول لك انه غالبا عينين الاي بي اس دول ما بيبقوش عينين اي بي اس ولا يحزنون، دول اصلا كلهم عينين سيبو ومحتاجين ان هم يتعالجوا من السمول انتستاينال بكتيريال اوفر جروث علشان خاطر يحصل لهم ريستوريشن. ده يخلينا ينقلنا بقى للمالتيبل ثيوريز. هناخد الجات مايكرو بايوتا الاول مع الموتيليتي. احنا قلنا الموتيليتي حاجه مهمه جدا جدا وفارقه في الفانكشنال جي اي ديسوردرز. عايزين نشوف كده هل الجات مايكرو بايوتا هتاثر على الموتيليتي ولا لا. ادي الدياجرام او السكيم بتاع الالتريشن اوف الجي اي موتيليتي مع العينين بتوع الجات مايكرو بايوتا ديسبيوزس. فلاقوا انه طبعا انه الديرايفد مولكيولز من الجات مايكرو بايوتا هي لوحدها دايركتلي بتموديليت الجات موتيليتي، يعني حاجات منها تزود الموتيليتي وحاجات منها تقلل الموتيليتي. مشهور جدا جدا اللي هو الشورت تشين فاتي اسيدز، وهتلاقوا الاكسبريشن ده مشهور جدا جدا في الكلام لما نيجي نتكلم عن الديسبايوزز. هنلاقي انه بارتيكولري حاجات زي البيوتيريت الاسيتيت البروبيونيت كل الحاجات دي هتزود او هت يعني هتقلل الموتيليتي فيا سبيسيفيك حاجه اسمها الجي بروتين كابل ريسبتورز. نيجي بقى في نيورو ترانسميترز او ترانسميترز بقى معينه بتبقى موجوده ممكن بتاثر جدا على القصه بتاعه الموتيليتي. كنا جبنا سيره حد منهم قبل من شويه زي السيروتونين، لكن كمان بنجيب سيره حد تاني دلوقتي اسمه التريبتامين.
لو انه في بعض السبيشيز زي مثلا التيوري سيباكتر سان جينيس، ده ممكن بيأثر على يعني في على السيروتونين عن طريق اليوكاريوتيك نيورو ترانسميتر صوديوم سيمبورتر ريليتد بروتين شيرنج السيكونس والاستراكشر مع الماماليان سيروتونين ترانسبورتر. مش بس كده، ده لقوا كمان ان في سبيشيز ثانيه بتطلع التريبتامين من التريبتوفان، بتأثر على الريسبتورز بتاعتها زي كلوستريديوم سبوروجينيس او الرومينوكوكس جنافس، ودول هيجي كمان يعني سيرتهم برضو في ثيوريز تانية جاية بعد كده. برضو لقوا ان العيانين دول بيحصل معاهم البايل اسيد مال ابزوربشن اللي احنا لسه برضو جايبين سيرته من شويه، ولقوا ان ده بيبقى ميديتد بالمايكروبيوتا ديس فانكشن، وده بينفلونس الباول موفمنت والترانزيت تايم، عشان كده بيربطوه اكتر طبعا مع العينين بتوع الاي بي اس دايريا من نتيجه البايل اسيد مال ابزوربشن. وايضا لقوا ان بيحصل التريشن اوف الجاز بروفايل، ان هو الالتريشن بتاع الميكروبيوتا وزي ما احنا قلنا من شويه اللي هو السيبو، ده بيبقى مسؤول عن الفرمنتيشن بتاع الكاربس او الكربوهيدراتس اكتر من الثيوري بتاعت انه الناس دول بتاكل حاجات اللي هي بتنفخ البطن اللي هي الهاي فلاتولنس دايت. قال لك لا، هي مشكلتهم مش كده، هم مشكلتهم حتى لو اكلوا اكل عادي هيبقوا برضه ستيل ديستندد وعندهم فلاتولنس نتيجه ان هم بيحصل لهم فيرمنتيشن، عشان دول اصلا زي ما احنا قلنا بيبقى عندهم السيبو. وطبعا زي ما انا لسه قايل لحضراتكم انه في دلوقتي اكتشفوا انه في ميكروبس ميثانوجينيك بتطلع الميثان في الكولون، الميثان ده بياكل السيروتونين خالص بيحرقه، فبيعمل سلو ترانزيت وبيعمل كونستيبيشن. فالعيانين دول اصلا حتى يعني بيجوا بكرونيك كونستيبيشن، الناس اللي بتطلع الميثانوجينيك مايكروبس. اذا مش دايما السيبو بيجوا بدايريه، لا ممكن منهم لو في الميثانوجينيك مايكروبس ممكن يجوا بكونستيبيشن. المايكروبيوتا مع الجي اي نيورو اميونو اندوكراين انترفيس او السكريتوري فانكشن بتاعت الباو، ده يعني لقوا ان طبعا في افكت على الانتيروكروموفين سيل فانكشن، وده طبعا بيقولتر السكريشن عن طريق الالتريشن بتاع السكريشن بتاع الحاجات اللي احنا استقلنا بقى سيروتونين وتريبتامين وهيستامين، وبرضه عن طريق الهيل سيلز اللي هي بتشتغل على ان هي بتطلع الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 او الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 ريسبتورز، ودول برضه هيأثروا على السكريشن، والحقيقه ان هم كمان هيأثروا على الترانزيت وعلى الموتيل، لان طبعا انتوا عارفين ان الموتيليتي والسكريشن هم حاجتين يعني الفاكتورز اللي بتنفلونس ديم يعني فيهم ترابط كبير جدا. وات اباوت الاميون فانكشن؟ سهله دي جدا، ده مايكروبس فاكيد طبعا الاميون فانكشن هيبقى شغال جدا. ستاديز ورتنا ان الاكسبريشن بتاع البرو انفلاماتوري سايتوكاينز فولوينج انتراكشن ما بين البكتيريال كومبوننتس والباتر ريكوجنيشن ريسبتورز طبعا ده بيزيد جدا، فبنلاقي ان في زياده في الاكسبريشن بتاع حاجات زي الانترلوكين 6 تول لايك ريسبتور 4 و5 وحاجه اسمها سي اكس سي موتيف كيموكاين ليجند 11 وسي اكس سي 3 ريسبتور. وبالعكس بقى ان الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز زي الانترلوكين 10 بتنقص بشكل كبير جدا. مش بس كده، لو ان العينين بتوع السيبو بيزيد عندهم الاكسبريشن بتاع الانترلوكين 1 والفا وبيتا، وطبعا ان التيومر نيكروزس فاكتور. مش بس كده، كمان لو ان الالتريشن بتاعت الميكروبيوتا ممكن تاثر حتى على التي سيلز وعلى المايكروفاج وعلى الفاسل سيرفيس ديس ريسبتورز والهيومن ليوكوسايت انشن دي ار، يعني كل الكلام ده بيتاثر. فطبعا ده كل ده بيبقى انفلونس بالمايكروبيوتا التريشنز، فبتخلي ان الباول كله في ستيت اوف لو جريد انفلاميشن. القصه بتاعت اللو جريد انفلاميشن دي حاجه دلوقتي بقت يعني مربوطه بدينجرز وكرونيك ديزيزز، ورابطينها دلوقتي حتى بالاثيروسكلوروزز والمايوكارديال انفاركشن، وربما ان الستيت اوف لو جريد يعني انفلاميشن ده هو اللي هيطلع الاكسبلانيشن بتاع ان ليه الديسبايوزز مسؤول عن امراض كتيره جدا جدا في جسمنا، غير القصه بتاعت الفانكشن جي اي ديسوردرز اللي بتكلم عليها النهارده. طيب وات اباوت البارير بقى فانكشن؟ احنا عارفين طبعا ان واحده من الديفنس ميكانيزمز جدا القويه والمهمه جدا جدا
هي البارير فانكشن بتاعت الجاسترو انتستينال تراك، اللي هي طبعا برضو القصه بتاعت اللي هي بقى الميوكس والميوكس بارير وما الى ذلك، وطبعا الادهيرنس والليجنز والحاجات اللي هي بتعمل باوندنج للسيلز مع بعض، كل الحاجات دي بنسميها اللي هي البارير ميكانيزمز. طبعا للاسف الشديد طبعا لقينا انه الميكوزا اسوشيتد بكتيريا اللي احنا برضو زي اللي لسه قايلين من شويه الرومينوكوكس نيفس ومعاها حاجه تانيه اسمها جرامانسيا ميوسينيتيلا، دول وحتى كمان الرومينوكوكس توركس، كل دول يعني بيأثروا على الميوكس انتجريتي والانتستينال سيكريشن. ده مش بس كده، كمان ده هذا التأثير سواء بيقلقوا طبعا ان الباثوجنز والفود انتيجنز تقدر ان هي تكروس الانتستينال بارير، يعني كأنها مش بس هي بتأذي، لا ده هي كمان بتتيح الفرصة للاكسترنال هارمفول ثينجز اللي الجسم بيتعرض لها دايما، ان هي تقدر ان هي تتيك بيس، وطبعا ده بيتريجر التي هيلبر سيلز اميون ريسبونس، وبالتبعيه بياكتيفيت الاميون ريسبونس بتاعت بقى حاجات كتيره جدا زي الايزينوفيلز زي الماست سيلز زي البي سيلز، زي ان هي تطلع ايمينوجلوبولينز زي ايمينوجلوبولين اي وزي ايمونوجلوبولين ايه وحاجات كده. وده طبعا كل الكلام ده تحت مسمى اسمه الليكي جات سيندروم. زي ما حضراتكم شايفين كده انه دي الكومبوننتس او الفاكتورز اللي بتتاثر بالسلب او يعني بالزياده او بالنقصان، ومربوطه بالكولوني كاونت بتاع الميكروبيوتا سواء في السمول انتستين زي سبيشيز زي الستريبتو كوكسيسي واللاكتوباسيليسي واللاكتو مش عارف ايه والانتيرو بكتريسي والرايسي بيلوتراكيسي، وحاجات موجوده في الكولون زي الكلوسترايديسي والبكتيرويديسي والريفوتريليسي والرومينوكوكسيسي. حاجات طبعا معقده جدا، حاجات بقى بتشتغل على البايل اسيدز على الميثان على الانتروكرومفين سيلز على الهيدروجين على الهيدروجين سلفايد، زي الحاجات اللي هي زي الليوسين ريتش ريبيت كونتيننج جي بروتين كابل ريسبتورز اللي احنا قلنا الجي بروتينز اللي هي بتشتغل عليها، والام سيلز والشورت تشين فاتي اسيدز. دي كلها زي ما انتم شايفين كده حاجات كلها يا بتزيد يا بتنقص بسبب المايكرو بايوتا ديسبايوزز، وبالتبعيه تؤدي الى حدوث الفانكشنال جي اي ديسبايوزز. نيجي بقى لعموم كلهم اللي هو حتى اصلا دلوقتي اصبحت الثيوري ان ما بقاش اسمها جات برين اكسس، ده بقى اسمها مايكرو بايوم جات برين اكسس. يعني اصلا سبب حدوث الجاد برين اكسس ده هو وجود الميكروبيوم والالتريشن بتاع الميكروبيوم. الديستريبيليشن بتاع الجاد برين اكسس ده هو البرايمري باثوفيسيولوجيك ميكانيزم بتاع الفانكشنال جي اي ديسبوتس. لقوا طبعا ان الميكروبيال الالتريشن بتاثر على يعني فاكت يعني سبستانسز زي الدوبامين والسيروتونين والالفا والجاما امينو بيوتيريك اسيد والاسيتيلكولين، سواء من خلال ان هي بتصنعهم او من خلال ان هي بتعمل لهم كونسامبشن. كل الكلام ده طبعا هيغير الايموشنال ستيت والبيهيفير بتاع العيان، اللي هو هنرجع تاني للسلايد بتاع الجات برين اكسس اللي هي ان البرين بيدي اشارات للمايكروبيوتا من خلال النيورو ترانسميترز او من خلال الباسويز الافرن باسويز، او في عندي الاميون سيجنالين والبارير انتجريتي والشورت تشين فاتي اسيدز والفيجاس نيرف اكتيفيشن او النيورو بيبتايدز اللي بتطلع اللي هي هتخلي انه المايكروبيوتا بتاثر هي على البرين. وده المايكروبيوم جات برين اكسس. اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده هو ده جات مايكروبيوتا والدرايفد مولكيولز في الفانكشنال جي اي ديس اوردرز، عشان كده اصلا هي دلوقتي بقى اسمها جات برين انتراكشن، ومن الموضه الاكثر بقى كمان ان هم يسموها دلوقتي المايكروبيوم جات برين انتر اكشن.
ومن هنا بقى نلاقي ان بعد ما اتكلمنا على الجات ميكروبيوت في كل ميكانيزم من الميكانيزمات اللي فاتت، نلاقي ان كل البيسز بتاعت البازل بقت تتحط تبوت توجذر، ولقينا انه انا كده اثبتت لحضراتكم المقوله اللي انا قلتها في البدايه، ان انا هثبت لكم ان الجات ميكروبيوت هتقدر تعمل كل الكلام ده لوحدها، وان هي ما هياش واحده من الثيوريز ولكنها هي ام الثيوريز، او هي اصل كل الثيوريز بتاعت الفانكشنال جي اي ديسوردرز. طيب هل ده بيبقى ليه دايركت ثيرابيوتيك انترفنشنز، بما ان احنا يعني عرفنا ان الميكروبيوتا ليها رول، وعارفين دلوقتي ان الميكروبيوتا في شغل عليها كتير في العلاج بتاعها؟ الحقيقه من ضمن الحاجات حاجات زي الديتري انترفينشن، والحقيقه ان الراندمايز كنترول ترايلز كلها طلعت انه لما احنا ناخد اللي هو اللو فود ماب دايت، الفود ماب طبعا حضراتكم عارفينه كويس جدا، اللي هي فود ماب دي اختصار كلمه فيرمنتابل اوليجوساكرايدز داي ساكرايدز مونوساكرايدز اند البوليولز، وده باختصار شديد معناها ان انت يعني كل ما تاكل من الحاجات الطبيعيه وتافويد الحاجات اللي هي يعني فيها يعني كده، هتلاقي انك انت الدنيا عندك احسن. برضو لقوا الناس اللي بياخدوا فيجيتيريان دايت ده بيزود عندهم الشورت تشين فاتي اسيد، وده بيساعد انه يقلل الكولونايزيشن بتاع الباثوجينيك بكتيريا. علشان كده برضو ناس كتيره جدا من اللي عندهم ريتابل باول سيندروم او اللي عندهم فانكشنال جي اي ديس اوردرز، لما بيجربوا ان هم يمشوا على الفيجيتيريان دايت لقوا ان هم السيمتومز بتاعتهم بتتحسن بشكل كبير جدا. وات اباوت بقى البروبايوتكس والانتيبيوتكس؟ طبعا البروبايوتكس ده عالم كبير جدا جدا عايز محاضره لوحده، ولكن طبعا من الحاجات اللي هي مشهوره جدا ان هي بتتاخد في الريتابل باول سندروم الحاجات اللي هي فيها البايفيدو بكتيريوم سواء الانيماليس او اللاكتس، وطبعا المالتي سبيشيز بروبايوتكس لدرجه ان هو يعني نازله حاجات كثيره جدا عباره عن بروبايوتكس، ويقول لك انا السترينز اللي موجوده فيها ايه ودي تشتغل اكتر على ايه ولا على ايه. طبعا برضو الناس اللي لقوا طبعا ان الميتا اناليسيز طلعت ان الريفاكسينين يعني بيقدر يشتغل يعني كويس جدا جدا بالذات في العيانين اللي عندهم سمول انتستاينال باكتيريال اوفر جروث، وكلنا شفنا انه طبعا ساعات كثيره جدا ان العيانين بتوع الاريتابل باول سيندروم لما نديهم الريفاكسامين ده فور شورت بيريود اوف تايمز بنلاقي ان هم بيحصل لهم امبروفمنت جامد جدا جدا للسيمبتومز بتاعتهم من غير ما ياخدوا مثلا بروكاينيتكس ولا سبازموليتكس ولا انتي فلاتيلانت ولا اي حاجه تانيه خالص. وده بياكد ايضا النظريه بتاعت ان هم القصه ممكن تكون نتيجه بكتيريال اوفر جروث ولخبطه في المايكروبيوتا. نيجي بقى للموضه الجديده دلوقتي اللي هي الفيكال مايكروبيوتا ترانس بلانتيشن او الفيكال مايكروبيال ترانس بلانتيشن. الاف ام تي ده طبعا كونسيدر تو بي بينيفيشال، ليه؟ لان هو التارجت الاساسي بتاعه ان انا عايز اريستور الهيلثي مايكروبس. لكن ده هيرجعنا لكلمه ما اعرفش حضراتكم خدتوا بالكم منها ولا لا، ان انا قلت لكم ان كل بني ادم عنده الميكروبيوم سيجنتشر بتاعته. عشان كده فكره ان انا هنقل فيك الميكروبيوتا من بني ادم لبني ادم علشان خاطر ريستور الهيلسي، ما اناش عرفني ان اللي انا بنقله ده هو هيلسي للشخص اللي انا بنقله له. جايز بصمته غير بصمه الاولاني، وده السبب ان الميتا اناليسيز اللي يعني ليه الراندمايز كنترول ترايلز يعني قالت انه الفيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن ما هياش دايما يعني نتائجها كويسه قوي في او مش سيجنيفيكانت قوي في السيمتوم امبروفمنت في عيانين الاريتمال باول سيندروم، ولو ان في برضو بعض الانديفيدوالايزد دبل بلايند ترايلز قالت ان هي ممكن تنفع في الناس اللي عندهم سيفير ريزيستنت نوت ريسبوندنج سيمتومز، يعني اللي هو لما كل حاجه تانيه بعد كده تفشل من الممكن انه السيفيريتي اوف سيمتومز بتاعتهم دي تتحسن ويز الترايل اوف الفيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن.
باختصار شديد التوديت الفانكشنال جي اي ديس اوردرز اللي هو حاليا معروفه على انها اوردرز اوف البلاد برين انتراكشن، هي دي الكومنست وورلد وايد، 40% من الناس عندهم القصه دي. الجات مايكروبيوتا والديسبايوزس ده بيلعب الكروشال رول من خلال ان هو تقريبا بيعمل كل البوستيوليت فيسيولوجيك ميكانيزمز بما يجعل المسمى الاوقع ان هي مايكروبيوم جات برين اكسس ديزيز. ريستورنج الهيلثي جات مايكروبيوتا المفترض ان هو يمنتين المايكروبيوتا جات برين اكسس في حاله هوميوستاسيس او في حاله استقرار بدءا من الموتيليتي ونهايه بالموت، ولكن يعني الامبروفمنت يعني ده مش شرط ان هو يعني ينعكس على الكلينيكال اوتكمز اللي هي المفترض ان هي تكون مور امبورتنت عن ان انا بس بصلح الميكانيستيك بارامترز بتاعه العيان دون. اتمنى ان انا ما اكونش طولت على حضراتكم واديتكم كده يعني فكره عن الرول اوف الجات ديسبيوزس او الميكروبيوتا ديسبيوزس في حدوث الفانكشن جي اي ديس اوردر ودورها فيه. شكرا جزيلا لحضراتكم.